والرافضة، فهم يسبون من أتوا لنا بديننا هذا الذي نحن عليه. هم يسبون أبا بكر، ويسبون عمر، ويسبون عائشة، بل يكفرونهم. بل مدحهم لعلي بن أبي طالب هو سب له، من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، كما قال شريك بن عبد الله بن أبي نمر شيخ الإمام مسلم رحمه الله. كان متشيعا هو. ما معنى متشيع؟ كان على مذهب الشيعة الأوائل. الشيعة الأوائل يسمون عند أهل السنة بالشيعة المخلصون، وهم الذين لا يسبون ولا يفضلون علي على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان، لكن عندهم محبة زائدة لعلي بن أبي طالب. فسئل شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سئل من تفضل من الصحابة، من هو أفضل الصحابة؟ قال أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قيل له أتقول هذا وأنت من أهل الشيعة؟ قال أفأكذب ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على منبره؟ هو الذي قال أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هو الذي قال هذا، أفأكذبه؟ فمدح الشيعة لعلي بن أبي طالب هو طعن فيه، وتكفير الصحابة هو طعن في علي بن أبي طالب، لأنه رضي به، لأنه رضي بهم ولم يطعن فيهم مثل ما فعلوا هؤلاء. لذلك نقول الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا كما قال أبو زرعة وأبو حاتم الرازياني وأيضا ابن مهدي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، قالوا أرادوا أن يجرحوا شهودنا، أرادوا أن يجرحوا شهودنا، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. يجرح هؤلاء الناس أولى من أن يجرح الصحابة الذين أوصلوا لنا الدين. من الذي علمنا كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا كيفية زكاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمنا شرائع الدين الذي نعبد به الرب سبحانه وتعالى؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطعن فيهم معنى ذلك أن هذا الدين الذي تقومون به دين باطل ليس بدين حق، لأن الذين نقلوا مطعون فيهم، هذا ما يريد أن يفعلوا. إذن يريدون أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة، وهم زنادقة. لذلك نقول هذا منافي وجود الطوائف المخالفة لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخالفة لمنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، المخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وجودهم مناف للتكافل الاجتماعي، لأنه يضر بهذا التكافل الاجتماعي. ولذلك وجب تعلم دين الله الحق، ووجب التحذير من المخالف لدين الله الحق، يجب هذا الأمر.